الراكع الساجد العارف الحامد الأتقياء لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي اللهم ارحمنا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. افسحوا طريقا لولي العهد هشام بن عبد الملك. ولي العهد يريد أن يمس الحجر الأسود، ابتعدوا قليلا حتى يتمكن من ذلك. هنا يستوي الجميع، من استطاع أن يصل إلى الحجر فليفعل. حسنا، لقد أتيت الطواف، ما دمت لا أستطيع الوصول إلى الحجر الأسود فلا بأس، هيا بنا. ما شاء الله ما شاء الله، لقد جاء، ها هو. ابتعدوا ابتعدوا، افسحوا له الطريق. من هذا يا مولاي هشام؟ لا أعرفه. أنا أعرفه، إنه الفرزدق الشاعر. من هذا يا فرزدق؟ إنه زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. هل عرفتموه الآن؟ أم تحبون أن أزيدكم؟ سأزيدكم. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. من جده دان فضل الأنبياء له، وفضل أمته دانت له الأمم. فليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. قال الفرزدق قصيدة طويلة في مدح زين العابدين، لم يكن يقصد بها أن يكافأ بمال أو هدايا، وإنما قالها نصرة للحق وقياما بحق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، عندما رأى ما حدث من هشام بن عبد الملك، وكان ذلك أقل ما يستحقه تابعي عظيم كزين العابدين. تعالوا نرى بعض المواقف التي تظهر عظمة هذا التابعي الجليل. لماذا يحترم الناس علي بن الحسين كل هذا الاحترام؟ ما أغرب سؤالك، لأنه عالم وعابد، كما أنه من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم. حسنا، سأريك أنه لا يختلف عن أي شخص منا. أخبرني، ماذا تفعل لو شتمك أحد الناس؟ سأشتمه طبعا، وإذا لم يتوقف سأضربه ضربا مبرحا. انظر إذن لما سيحدث الآن. يا علي بن الحسين. خيرا يا أخي، ماذا تريد؟ أريد أن أواجهك بحقيقتك. ماذا يقول هذا الرجل؟ دعه، قل ما تريد. لا تحسب أن كونك من نسل الرسول يجعلك أفضل منه، بل أنت رجل عادي مثلنا، وأنت لا تظهر حقيقتك للناس، ولهذا يظن الناس أنك رجل صالح، مع أنك ربما تفعل أفعالاً لا يقوم بها أعصى العصاة. لا، لقد تمديت كثيراً أيها الرجل. ألا تعرف مع من تتكلم؟ لابد أن تعاقب على ما قلت. لقد تمديت. توقفوا، ابتعدوا عنه. لا تخف، لن يؤذيك أحد، لقد قلت ما تراه من عيوبي، وما ستراه الله عنك أكثر. هل لك أي طلب أستطيع أن أجيبه لك؟
هذه 1000 درهم هدية مني. أشهد أنك من أولاد الرسول، أشهد أنك من أولاد الرسول. كان كرم زين العابدين يشمل كل من حوله، خاصة لو ذكره من أمامه بكلام الله عز وجل. يا جارية أحضري الماء لأتوضأ. إن الله جل وعلا يقول: والكاظمين الغيظ. قد كظمت غيظي. والعافين عن الناس. عفى الله عنك. والله يحب المحسنين. صدقتي، اذهبي فأنت حرة لوجه الله. ومع قدوم الليل وحلول الظلام كان زين العابدين يبدأ جولته الدائمة التي يبتغي بها وجه الله. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. يا أم عبد الله أبشري، لقد جاء الدقيق. الحمد لله، لقد كاد دقيق المرة الماضية أن ينتهي. انظري، هناك مال كذلك. يا إلهي، لا أكاد أصدق. سنشتري إذن لأبنائنا ملابس جديدة بدل التي تمزقت. أتمنى أن أعرف من يجلب لنا هذه الأشياء. من المؤكد أنه رجل كريم في رزقه. نعم صدقتي، يجب ألا نكف عن الدعاء له. كثير وكثير من فقراء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحصلون على الكثير من الصدقات وهم لا يعرفون أن من يعطيها هو زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. ورغم ذلك كان زين العابدين يخاف عقاب الله ويخشى عذابه والدخول لجهنم، وكأنه لم يفعل خيرا في حياته أبدا. إن زين العابدين في هذا المنزل، أطفئوا النار، أخرجوه. إنه يصلي، ألا يهرب من النار؟ إذا صلى زين العابدين انشغل عن كل ما حوله. هيا يا رجال، أطفئوا النار التي في المنزل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا ابن الحسين، ماذا حدث لك؟ ما الذي شغلك عن النار؟ شغلتني عنها النار الأخرى، نار جهنم. اللهم نجنا من عذاب النار. آمين. اللهم نجنا من عذاب النار. ورغم خوف زين العابدين الشديد من عذاب الله لم يكن ييأس من رحمته تبارك وتعالى، وكان كثيرا ما يذكر العاصين أن الله يتقبل التوبة. أين أنت يا زهري؟ إن أهلك يبحثون عنك منذ فترة. لا أعرف ماذا أفعل يا علي، ارتكبت ذنبا وأخشى عقاب الله وغضبه. وهل كلما اقترفت ذنبا تركت منزلك وأهلك؟ يا زهري، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخاف ألا يتوب الله علي. يا محمد، أتقنط من رحمة الله وتيأس منها؟ والله جل وعلا يقول: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن يأسك من رحمة الله التي وسعت كل شيء
أمر أعظم من ذنبك مهما كان. هيا هيا يا محمد، استغفر الله وعد إلى منزلك، أهلك يحتاجون إليك يا زهري. توفي زين العابدين في العام 94 من الهجرة، ودفن رحمه الله بالبقيع بعد حياة حافلة بالخير والطاعة، استغلها كلها للفوز برضا الله وجنته، تاركا وراءه مثالا يحتذي به كل المسلمين. تلخصه هذه الأبيات التي سمعه محمد الزهري يرددها مع نفسه: تخرب ما يبقى وتعمر فانيا، فلا ذاك موفور ولا ذاك عامر، وهل لك إن وافاك حتفك بغتة ولم تكتسب خيرا لدى الله عاذر، أترضى بأن تفنى الحياة وتنقضي ودينك منقوص ومالك وافر؟